أن يمنعوا استماراتنا الرسمية التي أعطتها إيانا وزارة الداخلية، هذا أمر غير قانوني، فلماذا تكيلوا بمكيالين؟ شرحت له، أردت أن أشرح له لأنه لم يستقبلني. قيل لي أن رئيس المجلس الدستوري لا يمكنه استقبالك لأنني لا أحوز أي ملف. أنا أنسحب. هذا المجلس الدستوري يعلم كل هذه التجاوزات، ورفضهم استقبالنا دليل صارخ على أنهم لم يتغيروا ولن يتغيروا ولم يسمعوا صوت الشارع وصوت الشعب.